تقام اليوم 3 مباريات في إطار الجولة 29 من الدوري الممتاز، حيث يستضيف الزمالك فريق وادي دجلة بملعب بوتروسبورت 9 مساء بحثا عن 3 نقاط أمام نجمه ومدربه السابق أحمد حسام ميدو. ويلتقي المصري البورسعيدي بالداخلية على استاد برج العرب في مباراة قوية، حيث يسعى الداخلية لتحقيق نتيجة إيجابية للخروج من القاع، بينما يبحث المصري عن 3 نقاط من أجل الوصول للمربع الذهبي. وفي 6:30 مساء يحل بتروجيت ضيفا على سموحة في لقاء قوي بين محمد يوسف مدرب الفريق البترولي ومؤمن سليمان مدرب الفريق الساحلي.